الإمارات. نبداو عدد اليوم من جورنال فيرب خبر عنوانه اجتماع حاسم بين بودريقة ووكيل اللاعبين لتوقيع العقد الجديد في الرجاء. وصل وكيل أمال طوغولي روجياولو عصر أمس الخميس للمغرب لاجتماع محمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي بهدف إنهاء المشكل القائم بين موكلو الفريق الأخضر بشكل رسمي على خلفية فسخ عقد اللاعب طوغولي من جانب واحد بسبب تماطل عزيز بدراوي الرئيس السابق من تمكين اللاعب من مستحقاته منذ أشهر. وكان أب روجياولو سعان محامي لفسخ عقد نجلو من جانب واحد خاصة بعد المعاملة السيئة اللي تعرض لها من طرف البدراوي اللي رفض صرف مستحقاته رغم أن أب اللاعب كان بصدد إجراء عملية جراحية مكلفة، غير أن الرئيس السابق امتنع على تسديد مستحقاته اللي كانت ما كتعداش 47 مليون سنتيم. ونجح الوكيل التونسي في إقناع أهولو بالتراجع على قرار فسخ عقده من جانب واحد مع الرجاء ومواصلة مشواره الكروي مع الفريق الأخضر، خاصة أن هذا الأخير ساهم في الرفع من أسهمه في سوق انتقالات اللاعبين. ومنتظر باش يشهد الاجتماع بين الوكيل التونسي ومحمد بودريقة مراجعة العقد الحالي لروجياولو بشروط مالية أفضل مع تمديد الموسم الرياضي إضافي. هجرة جماعية تؤرق بودريقة بعد عودته إلى الرجاء. وبات فريق الرجاء الرياضي مهدد بهجرة جماعية للاعبي مع اقتراب نهاية الموسم الكروي الجاري، وكتنوع الهجرة الجماعية المرتقبة للاعبي الفريق الأخضر ما بين العروض المغرية اللي كيتلقاوها وانتظار آخرين توصل بمستحقاتهم إلى جانب انتهاء عقود 5 لاعبين. وحسب جريدة الأخبار الصادرة بالأمس فالعديد من لاعبي الرجاء توصلوا بعروض احترافية من أندية خليجية وبداوا موافقتهم عليها في انتظار إبلاغ الرئيس الحالي بودريقة بخصوص ذلك. وضاف ذات المصدر أن خليفة عزيز بدراوي في تسيير شؤون الرجاء غيكون مطالب بإيجاد حلول لعشرات من اللاعبين اللي كيرغبوا في هجرة جماعية من الفريق خاصة بسبب عدم توصلهم بمستحقاتهم المادية، مع علم أن نوفل الزرهوني وبكيرة الحفيظي غير حلم عن نهاية الموسم الجاري بسبب انتهاء عقد إعارتهم. وأكد جريدة الأخبار أن عقود 24 لاعب غتنتهي بنهاية الموسم الكروي المقبل يونيو 2024، وهو ما غيدفع بودريقة للتفاوض مع أحسن اللاعبين لتمديد مقامهم بالفريق للسنوات إضافية. استنفار في الرجاء بسبب 3 ملايير و200 مليون سنتيم. وأكدت عدة منابر أن رئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة كيعمل جاهدا لإيجاد سيولة مالية كتقارب 4 مليار سنتيم. وضافت نفس المنابر أن منح لاعبي الرجاء وما إلى ذلك من أشطر كيطلب مبلغ ما كيقلش على 3 مليار و200 مليون سنتيم، وكيحاول رئيس الرجاء الحالي إيجاد السيولة المالية الكافية لأداء مستحقات لاعبي الرجاء باش ما يتكررش سيناريو روجياولو مع عدة لاعبين. وتوصل فريق الرجاء بمليار سنتيم وكترجع المنحة جماعة الدار البيضاء المقدرة في 500 مليون، والنصف الثاني نصيبه من انتقال مارونغو لقطر القطري. وكينتظر الفريق الأخضر باش يصرف الكاف للفريق منحة كتوصل ل 800 مليون سنتيم بفضل بلوغ ربع نهائي دوري ابطال افريقيا ومواجهته الاهلي المصري. وكان رئيس فريق الرجاء الرياضي بودريقة وعد لاعبي الفريق بصرف مستحقاتهم قبل نهايه شهر يونيو الحالي. وكيعيش الرجاء ازمه ماليه صعبه بسبب كثره ديونه واللي كيرجع النصيب الاكبر فيها لنزاعات اللاعبين سواء محليا او في الطاس. ولحد الساعه ففريق الرجاء ممنوع من الانتدابات. نهضة بركان يستعيد لاعبا مهما قبل مواجهة الرجاء. وفي عين الخصم الرجاء المقبل كيقترب الطاقم التقني لفريق نهضة بركان من استعادة خدمات لاعب مميز قبل مواجهة القوية اللي غتجمعو بناظر الرجاء الرياضي بمركب محمد خميس برسم جولة 27 منافسات البطولة الوطنية. وباش اللاعب بوركينابي يوسف ودايو تدريباته الفردية وفوق التحاق بالتدريب الجماعية، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة اللي كانت تعرض لها في وقت سابق. وكيسارع الطاقم الطبي الفريق البرتغالي تأهيل اللاعب دايو مشاركة في مواجهة الرجاء. يشال أن لجنة البرمجة مازال محددش بعد موعد رسمي للقاء اللي غيجمع بين الفريقين. العالمي والورفلي يرفضان مقترح الرجاء لإنهاء النزاع. ورفض سيف الدين العالمي وسند الورفلي لاعبي فريق الرجاء الرياضي السابقين طلب مسؤولي الفريق بالتنازل عن جزء من مستحقاتهم بعد حصولهم على حكمين من محكمة التحكيم الرياضية الطاس، وأصروا اللاعبين على الحصول على جميع مستحقاتهم المنصوص عليها في الحكم الصادر ضد الفريق الأخضر الفائتهم، خاصة أنهم غادروا الفريق لأزيد من سنتين دون الحصول على مستحقاتهم اللي بقات عالقة بذمة الفريق. وبداوا اللاعبين معا موافقتهم على تقسيم مبلغ الحكمين دون موافقة على التقليص منه، خاصة أن الحكم الصادر لفائدة كل واحد منهم كيتعتبر نهائي وغير قابل للطعن. وصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قرار منع الرجاء من التعاقدات الصيفية بسبب تأخر الفريق في أداء مستحقات العالمي والورفلي بعد انقضاء مدة 45 يوم دون صرف الفريق الأخضر لمستحقاتهم. وهو الأمر اللي كيسارع محمد بودريقة لحله بهدف توقيع صفقات جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.
أنا زنيتي يفكر في مغادرة الرجاء الرياضي في ظل تواجد غيا مرباح. والسقر أنا زنيتي حارس مرمى فريق الرجاء الرياضي على تغيير الأجواء بعد مواسم عديدة قضاها داخل النادي الأخضر. وأبدى زنيتي رغبته في مغادرة الرجاء بعد نهاية الموسم الرياضي الجاري اللي كيطمح باش يختمو بالتتويج بلقب كأس العرش ويهدي الجماهير الرجاوية اللي ظلات كتساندو وكتحتفل باسمو طيلة مسارو في القلعة الخضراء. وأبر الحارس أنا زنيتي على نيته في الرحيل عن نصو الخضر متم يونيو الحالي بعد مواسم استثنائية قضاها داخل فريق الرجاء، بحيث كيفكر في مناقشة عروض احترافية أخرى بعيدا عن البطولة، خصوصا أن الرجاء الرياضي يعتمد في الموسم المقبل على الحارس غاية مرباح المرحلية لاتحاد طنجة واللي أبان على مستوى كبير وبأنه غيكون أفضل بديل أنا زنيتي في الشباك. وكان أنا زنيتي تألق رفقة الرجاء في المواسم اللي قضاها داخل الفريق إذ ساهم في تغيير نتائج مجموعة من المباريات بتصدياته الجيدة واللي منحت النصول مجموعة من الألقاب أهمها البطولة الوطنية كأس الكونفدرالية الإفريقية مرتين السوبر الإفريقي بالإضافة لكأس العرش والبطولة العربية للأندية البطالة. الجيش الملكي يستقبل الرجاء بملعب القنيطرة بعيدا عن الرباط، وبات فريق الجيش الملكي مدد باستقبال فريق الرجاء الرياضي خارج الرباط على هامش المباراة المرتقبة بينهم لحساب جولة 26 منافسات البطولة الوطنية. وغيكون مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط متاح لاحتضان مباراة كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة U23، ما غيفرض على الجيش الملكي خوض باقي مبارياته في ملعب غير ميدانه المعتاد. وفق ما اكدته عده منابر في الجيش الملكي غيستقبل فريق الرجاء في ملعب بلدي في القنيطره بعد ما اعتاد على استقبال خصومه في المدينه المجاوره للعاصمه، في حال ما تصدر عليه اللاعب في مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط. وما استبعدش مصدر مسؤول امكانيه اقدام السلطات الامنيه بمدينه القنيطره على منع جمهور الرجاء من مرافقه فريقه لتفادي اندلاع امل الشغب. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجاء جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. Oh,